ابدا اتعرف على حضرتك. احمد نادر، ائتلاف مصر الحره. استاذ احمد، عايزين نلعب بس الوقفه النهارده ليه؟ موافق النهارده بخصوص تأييد مشروع استقلال القضاء المقدم من المستشار احمد مكي، اللي هو ضد المشروع المتقدم من المستشار احمد الزنزي. طب ايه ممكن مثل المشروع بقى في عجاله، يعني خطوات المشروع؟ خطوات المشروع مش مهمه بالنسبه لنا على قد ما هي الهدف من المشروع. احنا عايزين قضاء مستقل، قضاء نظيف، قضاء القاضي فعلا قادر ان هو ياخذ قرارات صح بدون اي ضغوط عليه من اي جهه تنفيذيه او اي جهه سياسيه. ان السلطه القضائيه سلطه مستقله ملهاش دعوه باي سلطه ثانيه، دي احد السلطات الاربعه. احنا ما ينفعش يبقى عندنا هنقود انتخابات في شهر 11 وشهر 3 اللي جاي الفتره دي ويكون القضاء مش مستقلين، بمعنى ان اللي احنا شفنا المهزله القضائيه اللي حصلت في 2005 وعدد الطعون اللي طلعت ضد قضاه بعينهم ولسه لحد النهارده في القضاء. فاحنا بنطالب باستقلاليه القضاء عن السلطه التنفيذيه والسياسيه وتطهير القضاء من القضاه الفاسدين اللي ساهموا في التزوير او سهلوه. يقال الدكتور سيد الدكتور عصام شرف جاي النهارده يناقش المشروع؟ المفروض ان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والوزير العدل جايين النهارده هيقعدوا مع الدكتور حسام الغرياني، مستشار حسام الغرياني والمستشار احمد مكي، دي اول جلسه استماع لمشروع استقلال القضاء بتاع مشروع حمك. هل هتقفوا وقفة تانية قدام نادي القضاء؟ احنا في حشد مستمر لحد ما مشروع القانون بتاع مشروع حمك يتطبق. شكرا. العفو فندم. تعرف على حضرتك عامل الوكيل. الوقفة دي النهاردة ليه؟ الوقفة دي عشان الاعلام محتاج تطهير، زي ما الاستاذة بتقول الاعلام محتاج تطهير وكل حاجه في مصر لسه. الاعلام محتاج تطهير يا اسامه بيه هيكل، نسيت نفسك لما كنت بتقعد قدام دين عبد الرحمن ما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض، دلوقتي لافش ريشك على الاعلام، اقفل كل القنوات. وانا عارفه اللي انا بقوله ده مش هيطلع، بس بقوله عشان الشعر بيطلع. هيطلع ده هيطلع. استاذ عامر، احنا النهارده كانت الوقفه مقصود بيها استقلال القضاء وتطهيره من القضاه اللي شاركوا في تزوير الانتخابات في 2005 و2010. احنا جايين ندعم كمان مشروع المستشار احمد مكي اللي بيتم مناقشته الان في دار القضاء العالي بحضور رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل وعده مستشارين كبار. فاحنا بنرجو من عصام شرف اللي للاسف بتمر عليه القوانين مرور الكرام، لا بيصدق عليها ولا بيرفضها ولا بيعمل فيها اي حاجه الا المجلس العسكري بيقوله بيتنفذ فورا. فاحنا النهارده جايين بنقول له، احنا كثوار بنقول لك لو سمحت نفذ هذا المشروع. هل هتسمع كلامنا زي ما بتسمع كلام المجلس العسكري ولا لا؟ ولا الاول هتاخد اذن المجلس العسكري؟ ارجوكوا نفذوا هذا المشروع قبل الانتخابات البرلمانيه القادمه، لان استقلال القضاء عن السلطه التنفيذيه بيؤكد ان شاء الله مصر هيبقى فيها عدل، هيبقى فيها نصره المظلوم، هيبقى فيها اخذ حق الضعيف من القوي. مش تيجي قرارات سياديه عليا من اي جهه او تيجي للنائب العام يحفظ هذه الملفات. احنا عندنا احكام في محكمه النقض حكمت على ان كان في تلاعب في قضايا في تزوير الانتخابات في 2005 و2010 والدوائر معروفه، يعني في دائره دمنهور، دائره دمياط، دائره الدقي. احنا عارفين، حد ينسى مصطفى الفقي لما نجح في انتخابات 2005 بعد ما كان بالليل سمعنا النتيجه ان هو خسر ان جمال حشمت الاخوان كان كسب، شيء كان كوميدي يعني، كان تزوير علني وفاضح. لكن للاسف يقول لك مصطفى الفقي طلع بعدها يقول لك ما هم اللي زوروا لي، انا عبيط، انا ما اعرفش حاجه، ما يزوروا لي ايه المشكله؟ تعرف على حضرتك؟ انا سامح شاكر من صوار المحروسه ان شاء الله. ايه يا عم، ادينا خلفيه كده، ايه الفعاليات اللي بتعملوها؟ والله احنا جايين النهارده تحت مبدا ان استقلال القضاء يساوي استقلال مصر. لو القاضي بقى عندنا النهارده جزئين في موضوع استقلال القضاء اللي بيناقشوا خصوصا لجنه مكي الغرياني، وده اللي بيخليه مختلف عن المشروع الثاني، ان 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 استقلال القضاء في استقلال للقضاء كمواد دستوريه واستقلال للقاضي نفسه. فاذا كان القضاء مستقل كمواد دستوريه ولكن القاضي مكبل من خلال تبعيته للسلطه التنفيذيه، فبالتالي مش هنلقى العد اللي احنا بننشده النهارده. المشروع المقدم من اللي احنا جايين ندعمه من المستشار مكي ومستشار حسام الغرياني هو افضل المشروعات القضائيه لاستقلال القضاء في مصر، واللي هيدي فرصه للشعب المصري انه يتقاضى لاول مره امام قضيه طبيعه، وقضيه طبيعه هنا مش وكيل النيابه، يعني المفروض برضو من الحاجات الجميله ان وكيل النيابه مش هيبقى هو المحقق، انما القاضي هيبقى فيه قاضي محقق. فده اللي احنا جايين عشان خاطره. شكرا. انا عفوا، اهلا وسهلا.